إيطالي. صباح الخير عمتي. جوري صار فيكي تروحي، ولا تنسي إنه جهاد بده مين يهتم فيه كمان. أمرك. صباح الخير ست عليا. صباح النور. قولي لجهاد إني رح شوفه بعد شوي. شو عم بيصير بالحديقة يا توليب؟ ما عم يصير شي عمتي، عم يحضروا لحفلة اليوم. ما وجهت لك دعوة خاصة لأني بعرف إنك اليوم رح تكوني بالقصر. بس اليوم أسبوع عيد أبوك يا توليب. وصيتهم يعملوا على روحه مولد. أنت شو عم تقولي؟ مولد بنهار وحفلة بالليل؟ رحتي وعملتي عرض أزياء ولسه الناس عم تجي لحتى تعزيكي؟ أنت عم تتحدينا ولا شو؟ مين بدي يتحدى؟ وليش؟ أنت مثلا؟ ولا العادات القديمة؟ ولا أخي جهاد؟ ببساطة أنت ما عم تحترمي ذكرى وفاة أبوك توليب. توليب ما بتقعد بلا حفلات، لسه ما لحقت توصل على القصر. اللي عم تعمله توليب بيبشر انه ايام زمان ممكن ترجع. زينب تعي بسرعه اعطيني صباطي الكحلي. تكرم. عملت عرض الازياء من كم يوم واليوم عامله حفله بالقصر، طبيعي الناس تحكي عليها وتلومها. امسكي. رح يحكوا بس انا متاكده انهم رح ينبسطوا كتير بالحفله. هذا هو؟ اي هاد. ليش مو لابسه لهلا هيك رح نتاخر؟ ليش يعني انا معزومه؟ ميسون كتير تعبانة أمي وما فيها تجي معنا. ميسون اطلعي وجهزي حالك. ماشي. زينب اعملي لي كاسة شاي. ماشي. ميسون يا ريت تستعجلي شوي. هلا انت ليش بدك اياها تروح معنا؟ انت بتعرف انه وجودها ضروري لانه الدعوة للعيلة كلها. رح تجي معنا وتوقف على جنب أحسن ما نلفت انتباه الكل بغيابها، وهيك أفضل. توليب بوعدك انه اخرب لك الحفلة. ما رح اسمح تحتفلي بموت ابي. الله يتقبل بابا. يسلموا بنتي. امين. والله يرحم امواتنا جميعا. كنتوا بعتوا لهم من هالحلو على الحفلة، وبهالحالة توليب خانهم بتاكلوا مع الشمبانيا على روح أبوها. هاي شغلة بتخصها ونحن ما دخلنا فيها. أنور بيك غالي علي وعملت على روح الحلو بس لحتى يكون ضميري مرتاح. شو حكينا؟ جوري يلا. ليش قاعدين؟ بدنا نقدم العشاء. عم ناكل حلو على روح المرحوم وقرينا له الفاتحة. صب لك صحن؟ اللي عملتوه منيح. اللي برا ما عم يلحقوا، قوموا ساعدوهم شوي. البسوا شي يليق بالحفلة. ولا تطلعوا بهالمناظر هي. يلا. صالح أفندي، ممكن تروح تجيب لنا تلج من المعمل لو سمحت؟ اللي جبتهم ما بيكفونا. طيب